يتفرج على خناقات ويتفرج على من هنا ومن هنا ومن هنا، وان ده يرد على ده. انا مش هرد على حد ولا هتكلم على اي حاجه خالص غير النواحي الفنيه من وجهه نظر البرنامج بالاتفاق مع كل الناس. هو ده اللي انا هتكلم فيه خلال الفتره اللي جايه. مش هطلع بره الحاجات الفنيه الا اذا كان هناك حاجات معينه هتكلم فيها مع حضراتكم. الامور الفنيه خلال الفتره اللي جايه هي اللي احنا عايزين ندوس عليها. وبالمناسبه انا من حقي ان انا اشوف نقاط ضعف الفرق الاخرى اللي انا هلاعبها، الزمالك وغير الزمالك، انا بتكلم الفتره اللي جايه بالكامل، ونجيبها لكم ونوريها لكم ونوريها للناس كلها علشان اللي عايز يعمل حاجه يعملها. ده من وجهه نظرنا الفنيه اللي هنتكلم فيها. عندي نجوم كبار جدا جدا بيتكلموا في النواحي الفنيه، هنعرف منهم كل شيء، مش من النهارده ولا من بكره، ان شاء الله من بدايه الاسبوع اللي جاي. ولكن انا بتكلم دايما مع حضراتكم ان احنا مش هنرد، صدقوني، مهما حصل، مهما ايه حصل، ومهما اتقال، ومهما اي حاجه حصلت الفتره اللي جايه، انا هنا في ملعب الاهلي ولا هرد على حد ولا هتكلم مع حد ولا اي شيء. اللي عايز يغلط فيا بشكل شخصي يغلط، اللي عايز اي حاجه تانية ما عنديش اي مشكله.